مش زبون خلاص قفشتك خلاص. طب انت دخلت كده انت هتشترك في القناه هنا وتعمل انتساب خلاص كده وتدفع فلوس خلاص خلاص. معلش معلش انت قصدي بيست كده معلش. لا بهزر بهزر. طالما دوست على الزر دوت يبقى انت حابب تفهم ايه موضوع الانتساب وايه موضوع الجوين دوت. لو انت فاهمه فانت انزل تحت هتشوف الرتب واسعارها. لو انت مش فاهمه احب اشرح لك ايه هو موضوع الانتساب ده. وايه الفكره ان انت تدعم القناه بمبلغ شهري يعني كل شهر تدفع الرقم دوت بحيث تدعم صناع المحتوى اللي بتتفرج عليه. ومقابل كده انت بيبقى ليك حاجات زياده عن الناس اللي مش مشتركه. بمعنى انت لو تحت هتشوف هتلاقي في ثلاث رتب، ليه صغير وليه حجم وسط وليه نايدس. اوكي كل حاجه منهم لو انت اشتركت فيها بتديك حاجه مختلفه او رتبه مختلفه عن الباقيين. او انت لو اشتركت عادي جدا في اول مستوى خالص هو ليه صغير فانت هيبقى جنب اسمك ايقونه كده اهو، دي ايقونه بتدل على انت منتسب. وكل ما بتشترك اكتر يعني كل شهر بتغير اللون البتاعي وبتبان انت قديم معانا. طبعا بيجي لك ايموجيز واشكال ممكن تستخدمها في الكومنتات وكده. وطبعا هيبقى لينا انا وانت كده اهو لو انت اشتركت هيبقى في بوستات في الكوميونتي بيني وبينك ما حدش يقدر يشوفها تاني خالص غير المنتسبين بس. ممكن بقى اقول لكم ايه اللي بفكر فيه اسجله، ممكن اخد رايكم في حاجات، ممكن مثلا تقترحوا عليا حاجات وهكذا. واخر حاجه ودي اعلى حاجه تقريبا ب 300 جنيه حاجه زي كده اهو، دي هيبقى ليك رتبه في الديسكورد. اذا إيه لما تشترك هتقول لي ان انت اشتركت اي بوست من البوستات اللي انزلها وتقول لي اسمك ايه في الديسكورد وانا هديك رتبه ان انت جامد جدا فاهم وانت داعم جامد يعني. غير كده لو اشتركت في اخر حاجه خالص اللي هي 300 فانا الفيديو اللي بعديه في نهايه الفيديو هقول اسمك. شكرا ليك طبعا. مش طبعا كل الحاجات دي مش مطلوبه منك نهائي يعني، ده مش دعم خالص انا محتاجه خالص صراحه. هو بس عشان ايه قلت اعملها واللي عايز يدعم زياده يدعم زياده، بس انتوا اصلا داعميني وبزياده دلوقتي يعني ربنا يخليكم والله العظيم عاملين الواجب بزياده معايا. فلو انت مش حابب تشترك في الانتساب خالص ممكن تدعمني بطريقه ثانيه خالص ان انت تعمل لايك واشتراك في القناه وبس كده. انت كده عملت بص كل حاجه انا عايزها خلاص. انزل تحت ايرور الحاجات كلها عشان لو عايز تفهم اكتر.